دايما بنستنى بقالنا فترة مؤتمر رئيس الوزراء اللي بيعلن فيه آخر التطورات الخاصة بساعات الحظر والحياة هيبقى شكلها إيه من فترة لفترة. النهاردة كانت الأخبار جديدة ومختلفة بأنه الحظر هيبدأ من الساعة 12 إن شاء الله، وأنه هيكون في فتح للمسارح والسينمات والمطاعم والكافيهات، ولكن بقواعد معينة وبأعداد معينة للوافدين عليها والزائرين ليها، وكمان في نسب معينة لكل شيء زي ما شفنا في الأخبار. فتح المطاعم والمقاهي هيكون من السبت الجاي إن شاء الله بطاقة استيعابية 25% مع منع الشيشة وغلق المحال والمولات من الساعة 9 مساء بدلا من الساعة 6، غلق المطاعم والمقاهي 10 مساء، استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، واستمرار عمل وسائل النقل الجماعي لحد منتصف الليل 12 مساء. عودة الصلوات الخمس في المساجد اعتبارا من يوم السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، بمعنى صلاة الجمعة وقداس يوم الأحد. إعادة فتح المسارح والسينمات اعتبارا من يوم السبت الجاي برضو بنفس نسبة طاقة المطاعم والمقاهي 25%، إلغاء حظر التجول مع فرض الإجراءات الاحترازية. رئيس الوزراء أكد خلال المؤتمر أنه احتمال يكون في زيادة في الإصابات في الفترة اللي جاية، وحذر من مخالفة القواعد، وأكد أنه ممكن يكون في عودة لإجراءات مشددة في أي وقت، وطالب الجميع بالحفاظ على إجراءات التباعد الاجتماعي، وأكد أن الحكومة لا تزال تراهن على وعي المواطن المصري. طبعا دي آخر الأخبار الخاصة بحياتنا الفترة اللي جاية. تابعت طبعا معاكم التعليقات والتعقيب على السوشيال ميديا على سبيل المثال، وده كله كمان هيكون معانا، وهيكون معانا كمان آخر ردود الأفعال من الشارع المصري في تقرير جاهزناه فور صدور هذه التصريحات. لكن خلينا نشوف التقرير الخاص بتصريحات رئيس الوزراء ونرجع ونكمل كلام. تعديلات جديدة في قرارات مجلس الوزراء الاحترازية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، فقد تقرر تعليق العمل بدور المناسبات لما تشهده من تجمعات كبيرة، واعتبارا من السبت القادم الموافق 27 من يونيو الجاري سيتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي مع السماح ب 25% من طاقتها، مع منع استخدام الشيشة نهائيا، وإعادة فتح النوادي الرياضية ومراكز الشباب وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزير الشباب والرياضة. فيما يخص المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم السبت القادم، مع السماح فقط بتواجد 25% من طاقتها الاستيعابية. كما شدد رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي على أن عدم ارتداء الكمامة يعرض المواطنين والمنشآت للعقوبة، وأعلن أن غلق المحال التجارية والمولات سيتم بداية من 9 مساء بدلا من 6 مساء، والمطاعم والمقاهي من 10 مساء، مع استمرار غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق، وإعادة فتح المسارح والسينمات بطاقة 25% من قوتها. أما عن وسائل النقل الجماعي فستستمر في العمل حتى منتصف الليل، وتعاود عملها في الرابعة صباحا، مع فتح دور العبادة لأداء الصلوات اليومية، مع استمرار تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية. من يوم السبت القادم هيتم فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية، وأنا هنا بتكلم مثلا على أداء الصلوات اليومية المختلفة، ولكن سنستمر في تعليق الصلوات الرئيسية الأسبوعية. من مصر طارق أحمد.